لي 500 واحولهم لك 500. يا شباب اللي يبي يصرف فلوس ولا شيء هذا البنك لا تقولون قدامنا ابي اذا تاخر. اسحب 500 ابو معاذ. ها 500 ريال ما تبي تسحب فلوس بدو ايش؟ لا انا ما ابي اسحب. يلا سكر باب سكره. سويت الكرسي ايش فيه؟ هاي محمد قال لي يعطيني بوكس ايش يصير وجهيان؟ ايش يصير طابوق باربعه؟ ترى شوف يا جماعه خير انا اقول نقلب الموضوع على ابو معاذ. نقلب الموضوع على ابو معاذ. لا اصبر اصبر عاد بدويش بكره تسوي الفطور في الفله. اسوي لكم جبنه مالحه ورهش وزيت. الفطور بكره عليك. اي كل وقت تبي شكاري؟ اجيبك ولا شكاري؟ كشاري. غسل الملابس عليك؟ عليك غسل ملابس. سمع يا جماعه الخير ودويش بك حلوه هذا والله ودويش اضافه مساج يسوي. اي كل شيء كل الخدمات اللي نطلبها منك. الخدمات اللي تبيها خلاص تم تم وين التام؟ اذا جمع محمد علي قولوا له ابو معاذ قال لي باذن الله وجيك كشاره اذا شيت صديق بالسفر الله ينعم عليك. يلا ابوي يلا يلا لا نتاخر. بسم الله بسم الله عليك يا ابو ابراهيم. بسم الله عليك يا ابو معاذ لا نتاخر عاد البارد. يلا يلا ابوي يلا ابرد من ابو معاذ الصراحه ما شفت كان طلبت فلوس. يلا حرك حرك يا باشا. علي ولا على منك؟ لا قاعدين نسولف ونضحك عادي طبيعي يعني. توي قايل لهم نكتة. صرفت فلوس يا ابو معاذ. والله مسوين بلوه والله. لا ما في شيء. مسوين انتم. قوانده